مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نهار جديد. ربنا يا رب يجعل نهاركم نهار سعيد مليء بالصحه والاستقرار والتفاؤل والامل. اسمحوا لي بس في البدايه كده اني اشكر كل زمايلي على السؤال وعلى دعواتهم اللي اسلجت صدري وطبطبت على قلبي. انا بشكرهم بجد جدا جدا، لاني انا كنت في امس الحاجه للدعاء لبنتي، لانه عنصر المفاجأة انها تعبت مرة واحدة خلاني اهرع الى الله سبحانه وتعالى اني اطلب منه الشفاء، وجريت على طول على زمايلي وطلبت منهم الدعوات، لقيتهم يعني لقيت سيل من الدعوات. انا بشكرهم وبشكر كل حد سأل حتى لو برسالة او بمكالمة، وبشكر برضو حضراتكم لان الحقيقة زمايلي ما تأخروش وطلبوا برضو الدعاء من حضراتكم. لو اي حد حتى لو دعا دعوه واحده بس بظهر غايب لبنتي فانا بشكره جدا جدا من قلبي. شكرا ليكم جميعا، وربنا يا رب يحفظ اولادكم ويبارك في عمركم. ولازم اشكر زميلتي الجميله اللي ما سابتنيش وفضلت معايا دايما، وحتى لما شفتها وهي متاثره وهي زعلانه جدا جدا وهي بتقول الخبر، يعني كانه رقيه بنتها مش بنتي انا، الجميله الجدعه اللي صاحبه صاحبتها بجد، دينا. بس هي دينا احنا فيش ما بيننا شكرا سلامتك. بس لازم كنت اقول لك شكرا. الحمد لله على سلامتك اولا وعلى بنوتك الجميله سعيدي. ونورتي برنامجك حياتي. وحلقتك من تاني، وفعلا يعني كلنا قلبنا اتوجع قد ايه فعلا اطفالنا بيبقوا حاجه صعبه بالنسبه لنا جدا. يمكن فعلا دايما لما تمس حاجه كده للطفل او لفلذة قلبك وكبدك دايما بتحس كده بصعوبه جدا في الموضوع. احنا لو يعني تعبنا عينا جات لنا اي مشاكل الموضوع الواحد قادر يعدي، لكن الطفل بالذات بتبقى موضوع مأساة حقيقيه. ويمكن سبحان الله جايين نتكلم في نفس الموضوع يا اسراء النهارده، وهو انه صحه ولادنا عموما محتاجين النهارده ان احنا نتكلم عنها بشكل كبير جدا. كتير من الاباء والامهات بيهتموا يلبسوا ولادهم احسن لبس، يفسحوهم ويخرجوهم احسن خروجات، ولكن الاكل دايما مهم جدا دايما كمان ان احنا نهتم بيه، ومش باحسن اكل ولا بافضل مطاعم ولا بافضل يعني اغلى اكل، انما الاكل نوعه ايه والاكل ده بايت ولا لا. وهو ده يمكن اللي جايين نركز عليه، ان الاكل ما يكونش غير فريش، لازم يكون طازه طول الوقت، دايما اكلنا ما يباتش، ولو بات يبقى في تكنيك معين، لانه الحقيقه من الحاجات المهمه جدا واللي اتكلم عنها خبراء التغذيه لاطفالنا فلذات اكبادنا وقره عيوننا، اللي دايما طول الوقت هنحاول ان احنا نحافظ على صحتهم، لان صحتهم هي مستقبلهم. ازاي عايزين جيل ان شاء الله يطلع يتعلم ويبقى قادر على تحديات الحياه، سواء كان على التعليم او مع الشغل او مع مستقبله، من خلال صحته، ان يبني صحه كويسه جدا. ازاي يبني صحه؟ من خلال الاكل اللي زي ما اتكلمنا مع حضراتكم، ما يكونش فاست فود او الوجبات السريعه. معاكي جدا يا دينا في ده، وخصوصا في الوقت اللي احنا بنمر بيه. تجربه شخصيه خدوها مني يعني بعين الاعتبار، او مناعه اولادكم على قد ما تقدروا. الجيل ده او الصغيرين اللي هم لسه مولودين من سنه او من سنتين، انا بحس ان هم جيل الحمد لله طبعا والشكر لله على كل حال، بس هم جيل مظلوم شويه، مولودين في وباء، مولودين في مشاكل كتير جدا جدا، فلازم المناعه تبقى قويه وحديديه وفولاذيه. فبالتالي انتوا مش هينفع ابدا انه حضراتكم تغذوا اولادكم بالوجبات السريعه او المناعه بالوجبات الطازه الفريش اللي فيها فايده وقيمه غذائيه. احنا النهارده تحديدا عايزين ننوه على فكره الوجبات السريعه اللي الناس بتخليها تبات. يعني لو انت اشتريت اي وجبه سريعه وبيتها عندك في البيت او في الثلاجه وحبيت تسخنها مره تانية، دي كارثه لوحدها. خبراء التغذيه قالوا لنا واكدوا على ان موضوع تسخين الوجبات السريعة وهي بايتة ده شيء مضر جدا جدا، لأن هي وهي طازة بحالتها ولسه سخنة ما فيهاش أي قيمة غذائية للجسم. لكن لما بتبيتها كمان وبتخليها تبات وتدخلها ميكروويف أو تعرضها الحرارة بعد حفظها بدرجة معينة في التلاجة، ده بيخليها مضرة أكتر، وخصوصا البطاطس المقلية ما ينفعش إن احنا نبيتها ونرجع نسخنها مرة تانية، أو الفراخ والهامبرجر والشاورما، كل الحاجات دي البروتينات دي فيها مواد بتتحول لمواد ضارة جدا بمجرد ان احنا نسخنها. او مناعة اولادكم، عارفة ان الولاد صعبين شوية الايام دي في فكرة الاكل، لكن صدقوني عشان ما يجيش اي دور بسيط تلاقي نفسك في مستشفى، تلاقي نفسك لا قدر الله الطفل تعبان ودول ولا بياخدوا ادوية ولا بيستحملوا دواء
ولا بيستحملوا شكة إبرة. فأول مناعة ابعدوا عن الوجبات السريعة وخصوصا في الوقت اللي احنا فيه. ده حقيقي جدا، وخصوصا انه اي وباء لما بينتشر اول حد بيطوله هو الاطفال، فخلي بالكم كويس جدا على اطفالكم. من خلال طبعا كل الكلام اللي اتكلمت فيه إسراء، بان احنا في حاجات كتير قوي نتجنبها وحاجات كتير كمان نركز عليها دايما مع ولادنا، وخصوصا بقى الهرم الغذائي مش محتاجين نتكلم عنه. يعني اخبار الهرم الغذائي ايه؟ مظبطينه؟ اخبار يعني الالبان والجبن والبيض والعسل، كل التفاصيل دي لازم دايما تبقى موجودة في حياة ولادنا. دايما يا رب أولادكم تكون بصحة من حديد، ونتمنى لكم دايما العمر المديد، في نهاركم نهار جديد. تعالوا نسمع أغنية ونرجع مرة تانية.